السؤال اللي جاي كده سؤال عايز يعني دماغ. بروتون طاقة حركته 2 مليون إلكترون فولت، يتحرك عموديا على مجال منتظم، المجال ده قيمته 2.5 تسلا. فإن القوة التي يتأثر بها البروتون، أنا عارف القوة، القوة بال بي آي ال، تمام، أدي البي، الآي هفكها لكيو على التي، ال هو البروتون لطول، بس ممكن اعتبر ال على التي سرعة مسافة على زمن، يبقى البي بتساوي كيو في في، يعني الاف بتساوي بي في كيو في في. طيب ما يبقى كده البي عندي والكيو شحنة البروتون زي شحنة الالكترون 1.6 × 10⁻¹⁹. السرعة بقى، سرعة البروتون مش عندي، هل اقدر اجيب السرعة من طاقة الحركة؟ ايوه، مش الكاينتيك انرجي بيساوي نص ام في تربيع، اضرب في 2 وجيب الجذر، خلي في في طرف وهات الجذر، هيطلع معاك السرعه بتساوي جذر 2 كاينتيك انرجي على كتله البروتون، اصل ده بروتون. طيب ماشي، يبقى السرعه هتساوي جذر 2، الاثنين بتاعت القانون كاينتيك انرجي، الكاينتيك انرجي 2 بس ميجا يعني مليون 10^6 بس الكترون فولت، فهضرب في 1.6 × 10⁻¹⁹. يبقى ضربت في 6 عشان هو مليون، وضربت في شحنه الالكترون عشان هو بالالكترون فولت، على كتله البروتون. يا اما تجيبها من الاله الحاسبه، يا اما تجيبها من يعني تعمل عمليه بحث سيرش عنها على اليوتيوب. هي كتله البروتون بواحد و67 × 10^27. خلي بالك كتله البروتون اكبر بكتير من كتله الالكترون، وخلي بالك في فرق. طيب كده السرعه هتطلع معاك قيمتها كام؟ 19.57 × 10^6، وانت كده مظبوط لان اقل من سرعه الضوء. تمام، يبقى انا كده جبت مين؟ السرعه. طيب اجي اعوض بقى عشان اجيب القوه، هقول البي اللي هي 2.5 والشحنه اللي هي 1.6 × 10⁻¹⁹، والسرعه اللي هي 19.57 × 10^6، هيطلع الناتج 7.8 × 10^12 نيوتن، هتبقى هي دي الإجابة. فيبقى عندنا الاختيار الصحيح هيكون رقم د.